للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الباحث السياسي السيد عباس العرداوي. أهلا بك سيد عباس. بداية، خصخصة الكهرباء دخلت وبقوة على مشهد الاحتجاجات الشعبية، ما الذي يستفز المواطنين إلى هذه الدرجة في ملفات الخصخصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدي الكريم وإلى متابعيكم ومشاهديكم. حقيقة موضوع الخدمات هو موضوع مقلق لأي مواطن باعتبار أنه متعلق بحياته الشخصية، وعلى رأس هذه الخدمات هي الكهرباء التي على مدى أكثر من 13 عاما لم تستقر بشكل رسمي، ولم تستطيع الحكومات المتتالية من تغذية المناطق السكنية والحاجة المجتمعية لهذه التي أصبحت في كل دول العالم هي لا تمثل إلا 5% من منتجاتها ومنتجها الطاقة الكهربائية، فضلا أنه المعامل والمصانع التي لم تستطع تجهيزها بالكهرباء. نعم، الكهرباء مقلقة ومؤثرة وباغطة بشكل كبير على الشعب العراقي وعلى الجمهور بشكل كبير، فمن التأكيد أنه حينما يكون هناك ضغط اجتماعي تكون هناك مظاهرات، تكون هناك رفض، لا سيما نحن مقبلين على تنفيذ موضوع الخصخصة الذي هو بشكل كبير إعادة وتدوير للفساد ومشكلة أخرى ممكن أن تقع بها الحكومات حتى القادمة، باعتبار أن المواطن أثقل كهله بهذه الأموال التي لا يعرف حقيقة مدى السبب وراء أنه تخصص هذه الكهرباء ما دامت هنالك إمكانية للتجهيز، فلماذا تخصص وتخصص ويكون هناك عبء وضغط آخر على المواطن فضلا عما يعانيه من مشاكل الحياة. طيب سيد عباس، يعني في العادة تطرح الحكومات مشاريع الخصخصة من أجل مردود ينفع الاقتصاد الوطني، ولكن في العراق الموضوع مختلف، نرى سلبيات تسبق الخصخصة، لماذا؟ يعني حقا المقلق في موضوع خصخصة الكهرباء أنه الآلية في تنفيذ ذلك الموضوع ولا يعدو كونه جباية مع فرض رسوم، باعتبار أنه مولدات الطاقة تم إعادة صيانتها بمستوى قد يصل إلى 90%، يعني طاقة إنتاجية موجودة، خطوط نقل موجودة، موزعين موجودة، وتوزيع موجود، لكن ما يذهب إليه الداعمين لموضوع الخصخصة أو المروجين له أن هناك تكون شركات، وهذه هنا نقطة التأمل، تكون هناك شركات أهلية تقوم بجباية المبالغ وتفرض، يعني الذي شركات الخصخصة هي ليس شركات تجهيز للطاقة إنما شركات جباية حقيقة، وهذا مقلق أكثر باعتبار أنها ستفرض رسوم أعلى، ستفرض مبالغ، وما الضمان أنه سيتم هنالك تغذية كاملة؟ يعني اليوم ما كانت هنالك تجربة أو تجربتين في بغداد، هذه لا تعد تجربة نهائية باعتبار أنها اولا انها باعثة للطبقية باعتبار انه المواطن لا يستطيع ان يشغل حسب دخله المعاشي، لا يستطيع ان يشغل. طيب ما تفسيرات تصريح وزير الكهرباء بانه سيتم تصدير الكهرباء الى سوريا؟ هات من وزراء سابقين انه سنقوم بالتوزيع منذ عام 2013 حقيقة، هذه سخرية لانه لا يستطيع ان يجهز بغداد العاصمة بشكل كامل 24 ساعة، فكيف يستطيع أن يجهز الخارج؟ يعني هذا للتسويق الإعلامي ليس إلا، وهذا حقيقة مثير للاستغراب أن ينطلق هكذا تصريح من مسؤول على قمة هرم عليه أن يعتذر للشعب العراقي عن هذا التقصير في تجهيز الطاقة، لا سيما أنه موضوع التجهيز سواء كان متعلق بالمولدات، فالمولدات تم إنشاء واستيراد عدد كبير منها وتم تصليح وصيانة عدد جدا عالي، وهو باعتراف الوزارة نفسها أن لديها طاقة تجهيزية أكثر من 90%، كذلك مصادر طاقة، كذلك الوضع الأمني الذي كان دائما يعول عليه، اليوم هنالك استقرار شبه نسبي جدا عالي، هذه تسمح بتجهيز المناطق التي لا يوجد بها أصلا، هنالك لدينا مناطق منذ سنوات لم تحدث والحمد لله أي عمليات إرهابية فيها، ولكنها لم تجهز بشكل كامل الكهرباء، إذا هي مجرد تعويل على هذه الأمور للإعلام ليس إلا وللابتزاز السياسي، ومرات تستخدم للترويج قبل الانتخابات تروج لهذه الأمور، فضلا أنه هذا موضوع الخصخصة متعلق بقضايا فساد جدا عالية، يعني اليوم المبالغ التي تطرح في الجداول هي ليس مستقرة، يعني لدينا مثلا على سبيل الفرض المتحدث الرسمي وزارة الكهرباء طرح عدة أرقام
في حين البطائق التي استخدمت في بعض المناطق هي تختلف عنها. في مناطق أخرى قد تم تنفيذ هذه التجربة لكن على مستوى ضيق وشاهدنا فواتير جدا عالية. نعم سيد عباس العرداوي الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة.